السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الأعزاء، نتمنى إن شاء الله تكونوا دائما في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم هذه الوصفة ديال الخبز ديال الساندويتش. بصراحة كتجي رائعة، نتمنى إن شاء الله تجربوها. تقدروا تعمروها بأي حاجة متوفرة عندكم في البيت، سواء الكفتة أو صدر الدجاج. أنا عمرتها بالطون سلاد طومات. المقادير احتاجت هنايا جوج كيسان كبار ديال الحليب دافي، معلقه كبيره ديال خميره العجين، معلقه ديال سكر حبيبات، والملح على حسب الذوق، وهنايا الدقيق على حسب جمع العجينه. وغادي نخدمها مزيان. من بعد ما نخدمها مزيان غادي نخليها ترتاح، وغادي نشكلها على شكل كويرات. نخليكم مع طريقه التحضير والشكل النهائي. ما تنسونيش بلي لايك بلي بارتاج، ما تنسونيش تفعلوا الجرس باش يوصل لكم كل جديد. وفرجة ممتعة.